السلام عليكم أحبتنا المشاهدين، وأعظم الله لكم الأجر باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نعيش هذه الأيام الحزينة، ولكن نبقى على نهج الإمام الحسين عليه السلام، دائما يقدم كل شيء وقدم كل شيء في سبيل المجتمع والدين الإسلامي، دين جده محمد صلى الله عليه وآله. ودائما الجنبة الإسلامية في العتبة الحسينية المقدسة موجودة في كل مبادراتها وفي كل ما تقدمه من خلال خدمتها بكل المجالات، وخاصة اليوم نتحدث عن الجانب الصحي. إنقاذ الأرواح ليس بالشيء السهل أو اليسير، ولكن كل الجنود اللي موجودة والعاملين والمنتسبين وبكل روح حسينية يقدمون كل هذه الخدمات في سبيل خدمة زوار أبا عبد الله الحسين. وأكيد حلقتنا اليوم يشرفنا الدكتور عامر الشمري، مدير مستشفى سفير الإمام الحسين عليه السلام. أهلا وسهلا بك، وعظم الله لكم الأجر. عظم الله أجركم. أهلا وسهلا بك. وأيضا الأستاذ عباس عبد علي، المعاون الإداري لمستشفى سفير الإمام الحسين عليه السلام. أهلا وسهلا بك، عظم الله لكم الأجر. شكرا لكم. أهلا وسهلا. بصراحة يعني كل الجهود اللي يشوفوها الناس والزوار ومن كل دول العالم، وأكيد من خلال شاشات قنوات الفضائية وخاصة قناة كبرى الفضائية، يشوفون الجهود والعمل والأسلوب اللي يقدم بمستوى عالي. فإن شاء الله نريد نعرف من حضراتكم كيفية الاستعداد لهكذا زيارات مليونية، وخاصة مدينة كربلاء قد تكون صغيرة بالنسبة لباقي الدول. صح. باقي الدول مساحتها أوسع ويجوها مليونين، 3-5 ملايين، وتنقلب الدنيا على أساس مسوين في هذا الإنجاز. وما شاء الله إحنا مدينة الإمام الحسين عليه السلام 20 مليون و25 مليون و30 مليون، أكيد الضغط عليكم كبير. فأريد نعرف كيفية الاستعداد لهكذا زيارات مليونين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. إذ من علينا بهذه الخدمة المباركة، خدمة زوار أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام المباركة في شهر الفداء. عظم الله أجرنا وأجرنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبعا استعداداتنا كمستشفى سفير الإمام الحسين بدأت منذ زيارة عرفة. يعني كانت التوجيهات من أول يوم منذ الحجة، بدأت الخطط نضعها لهذه الزيارات المليونية. فكانت بالبداية هي زيارة يوم عرفة وزيارة أول ليلة في محرم اللي هي تبديل الراية، والاستعدادات اللي حدثت لها. طبعا هذا كله كان ضمن توجيه ودراسات، يعني ليس موضوع اعتباطي. يعني احنا حقيقة اكو فد موضوع مهم جدا، انه كثير من الناس ما تعرف به، انه قبل اي زيارة اكو اجتماعات تصير في داخل العتبة الحسينية، وسماحة المتولي الشرعي دام عزه برئاسة هذه الاجتماعات، تعرض كل المعوقات والصعوبات اللي حدثت في الزيارات السابقة حتى ممكن نتلافاها بالزيارات الحالية، وتعرض بأسلوب علمي وكيفية أنه السيطرة على هذه المواضيع، على الحركة، حركة الزائرين، تقديم الخدمة، وتعرض مقترحات كذلك. طبعا هذا يبدأ العمل به بعد الزيارة السابقة، وتستمر الى ان يعني نقدم خطط قبل الزيارات بشهرين تقريبا، انه استعداداتنا كذا واستعداداتنا كذا. لذلك تم تطوير عمل المفارز الطبيه الموجوده في العتبه الحسينيه دائما مدايرهم، اللي هي يعني ارتفعت الى مستوى انه تكون مراكز طوارئ للحاجه الماسه في مثل هذا الموضوع، وموضوع طب الحشود واداره الحشود نحتاج فيها الى انه نجهز مراكز لطوارئ للحالات الطارئه، لحدوث حدث معين لا سامح الله، وان شاء الله ان شاء الله ما نشوف هذا الاحداث ان شاء الله مشافين بحق محمد وآل محمد. بدات مستشفى سفير بوضع هذه الخطه طبعا بالتعاون مع دائره صحه كربلاء وامكانياتهم بالكوادر الطبيه والصحيه والخدمية، كذلك يعني توجيهات سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ الكربلائي دام عزه. بهذا الصدد وضعنا أول شيء مع هيئة الصحة طبعا أنه 3 مراكز طوارئ. حددنا أنه السفير تعتبر المركز الأكبر. طبعا احنا قسمنا المفارز إلى 3، خلينا نقول 3 أنواع، أي وبي وسي، يعني ألف وباء وجيم. الألف هو المركز المتخصص اللي يكون مجهز بكل الأجهزة، يعني اللازمة في إنقاذ الحياة همين أيضا.
ويكون في اطباء اختصاص واطباء مقيمين وكوادر طبيه وصحيه وسانده مجهز باجهزه ايضا. هذا اصبحت مستشفى السفير هي المركز الرئيسي، وعندنا مركز في صحن العقيله، مركز طوارئ، وكذلك مركز في الحائر في السرداب، يعني صاير همين ايضا هذا. طبعا السفير تعرف انه 85 سرير. المركز اللي صار بصحن العقيله طورناه كان 40 سرير، اصبح الان 70 سرير، طبعا بتوجيه من سماحه المتولي الشرعي انه زيدوا عدد المفارز او كبروا العدد وجهزوها بالضبط، حتى يعني كان توجيهه فشيء جميل بحيث يقول سلامه الزائر اهم من اي شيء. يعني كان هذا الكلام مالته، نص الكلام سلامه الزائر اهم من كل شيء. الزائر لازم يجي يكمل زيارته ويكمل الشعائر اللي راح يقوم بها، ويكون يعني ياخذ من عدد يحتاج من رعايه صحيه بالضبط. هذا كان توجيه حقيقه بنص الكلام هذه، فقال كبوا المفارز، ففتحنا المفارز طبعا بدعم كبير جدا بحيث انه سرعه الاستجابه يعني الاجهزه والاسره. جهزنا صحن العقيله ب 70 سرير، صارت مستشفى ميداني. جهزنا 20 سرير في هذا في مركز طوارئ في الحائر السرداب، وكذلك في المدرسه الدينيه ايضا عندنا مركز طوارئ في 10 اسره، اضافه الى مفارز بباب الكرامه في باب السفير عندنا مفرزه، وفي مثقف رقم 1 كذلك مفرزه. طبعا انتم تعرفون انه زياره العاشر تقريبا تنقسم او تبدا صعوبتها في بدايه بعد صلاه الفجر من لما يبدا مواكب التطبيق وغيرها. صحيح. هذه بتكون يعني استعدادات كبرى لها. صحيح. تكمل بعدها يبدا الشعيره العظمى اللي هي ركضه التطويريج، وركضه التطويريج هي تكون طيب الاصعب. نرجع نتحدث عن هذه الركضه، ولكن اروح للاستاذ عباس. اهلا وسهلا بك مره اخرى. نتحدث بصراحه انه كثير من الناس يقول لك وين الانجازات وين العمل، واحنا ما نشوف شيء. اكو ناس يعني تباوع بعين واحده، فللاسف انه الاعلام المغرض، واكو من يحاول ان يقلل من قيمه هذه الشعائر ومن جهود المنتسبين. نريد نوضح للساده المشاهدين ما هي الانجازات، ممكن ناخذها من العام الماضي وممكن الان على خطه العمل لانجاز هذا النقاط اللي تخلوها. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكم على هذه التغطيه. طبعا بالبدايه نشكر الله على هذه الاستضافة والتوفيق لخدمه الحسين عليه السلام. انا قبل اسابيع كنت في الحج، ذكرت حضرتك انه الخدمه تقارن في جميع بلدان العالم. اقولها بصراحه، هنا في كربلاء لا تضاهي اي دوله هذه الخدمه. هنا الايثار، هنا الاخلاص، هنا التربيه الحسينيه. سماحه المتولي الشرعي دائما بنفسه يقوم بجولات، كل همه هو راحة الزائر. هذا ما شفناه في موسم الحج أو في المناطق الأخرى. بالنسبة للإنجازات، الإعلام مهما ظلل الإعلام فينكشف. هناك إنجازات تمشي بخطى ثابتة من قبل العتبة الحسينية المقدسة، ومن قبل سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي دام عزه. مثال على هذه الخدمة، طبعا الخدمة في جميع ملفات الخدمية ليس فقط في الملف الصحي. صحيح. العتبة الحسينية المقدسة تركز على جميع الخدمات التي تهتم بالمواطن، سواء كان في الصحة أو في التربية. صحيح. أو في غير مجالات. عندما نذكر نموذج مستشفى سفير الإمام الحسين. هذا النموذج الرائع، نموذج من الإدارة المشتركة ما بين الجهد الحكومي وجهد العتبة الحسينية المقدسة. سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي يولي اهتمام كبير في هذه المستشفى. هذه المستشفى ما يقارب 13 سنة تقدم خدمات كبيرة. أوضح لكم، الوقت ضيق، بس بعض الإنجازات التي تقدمها هذه المستشفى. هذه المستشفى تقدم عمليات ما يقارب معدل العمليات من 1000 إلى 1250 عملية شهريا. هذه المستشفى فضلا عن الخدمات الأخرى التي تقدم في ردهات الطوارئ، في ردهات الاستشارية، هناك استشارية صباحية واستشارية مسائية. لا. وكذلك استشارية خافرة. كوادر مستشفى سفير الإمام الحسين، هذه كوادر الأبطال الذي يعملون على مدار العام، وكذلك في الزيارات المليونية مثل ما تفضل الدكتور السيد مدير المستشفى الدكتور عامر الشمري.
الخدمات كبيرة، العمليات مثل ما ذكرت لك، هناك مختبر مركزي ومختبر الفحص النسيجي. جميع هذه الخدمات هي مدفوعة التكلفة من قبل العتبة الحسينية المقدسة، بالإضافة إلى هذه الخدمات وإذا هذه العمليات في 9 تخصصات، تخصصات جراحة البولية والجراحة العامة وجراحة العظام والكسور والأنف وأذن وحنجرة وجراحة الجهاز الهضمي، وكذلك جراحة الصدر والأوعية الدموية، 9 تخصصات تطورت هذه المستشفى. بالإضافة لهذا هناك مبادرات، المستشفى سفير المام حسين هي مبادرة على مدار العام لمدة 24 ساعة، تبدأ العمليات من الساعة 8 صباحا وتنتهي في اليوم التالي في الساعة 8 صباحا. ما شاء الله. نعم. بالإضافة إلى هذا هناك حاجة إلى المواطنين، شفناها أنه في ملف تبديل المفاصل، سواء كان مفصل الورك أو مفصل الركبة، أو عسى سماحة المتولي الشرعي بتلبية حاجات المواطنين. هذه العملية تكلف في المستشفيات الأهلية من 8 مليون إلى 15 مليون حسب نوع المفصل. هنا في مستشفى السفير الإمام الحسين هذه العمليات تجرى مجانا، بالإضافة إلى العمليات الأخرى. كذلك ردهات الطوارئ على مدار العام تستقبل عشرات أو مئات الآلاف من المواطنين. في زيارات المليونية العام السابق استقبلت مستشفى سفير الإمام الحسين ما يقارب أكثر من 1,250,000 مراجع. سماحة المتولي الشرعي يولي اهتمام لتكون هذه المستشفى لم تقتصر على كربلاء فقط، على محافظة كربلاء، دائما يوصينا أنه هذه المستشفى يجب أن تمتد خدماتها إلى جميع محافظات العراق. صحيح. بالتالي جميع محافظات العراق يجب أن تحصل على هذه الخدمة. صحيح. كذلك زائري أبي عبد الله الحسين من داخل الدول وخارج العراق. نعم. اليوم عملية طارئة لمواطن من اليمن وآخر من باكستان ومن إيران وغيرهم من الدول. الصحة والعافية للجميع. أكيد هاي الجهود وهاي الضغوطات الناس ما تحس بيها، ما تعرف شنو يعني الضغط على الدكتور والضغط على إدارة المستشفى وعلى الكوادر وشون تقدم هاي الإنجازات. بل هذه الكوادر تقدم هذه الإنجازات بجهد مضاعف لسببين. السبب الأول هم صراحة نخبة اختارت مخلصة في مستشفى سفير الإمام الحسين، سواء كان أطباء أو تمريضين أو صيادلة أو مختبرين أو كوادر إدارية وساندة أخرى وإشعاعيين. والسبب الثاني قربها وخصوصيتها من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. لذلك ترى هذا بعض الموظفين هنا والكوادر الطبية والتمريضية يصف، يقول أنه هذا اصطفاء ونحن نشكركم على توفير هذه الفرصة لأن نخدم في جنب الإمام الحسين. هذه الخدمة لا تعوض، خدمة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين هي شرف لا يضاهيه شرف. أحسنتم. يكون الدافع أقوى من أنه تعملت في مؤسسة براسين وواضحة وأكيد ثواب للإمام الحسين عليه السلام. طيب أرجع لك إن شاء الله على قضية مبادرة هذا العام، شلون راح تكون وشلون إدارتها، لكن أرجع لركضة الطواريج. ودائما نقول هذه الركضة المليونية بهذا الوقت بهذا العدد بهذا التدافع، وخاصة هذا العالم مستحيل خلي يشوفون، وخاصة في هذا الوقت احنا الحر، فشون استعداداتكم لهذه الركضة؟ استاذنا هو اكو ناس جائرين يجونا من خارج القطر، طبعا سواء اطباء او غير الاطباء، طبعا اكو ناس حتى في جهات رسمية من يجي يشوف الاعداد يعني يذهل، يقول يعني شلون راح تقدمون هاي الخدمة، شلون راح تسيطرون على هذا الموضوع. طبعا احنا نقول احنا هذه كلها الحمد لله وشكر ببركه ابي عبد الله الحسين، يعني هذه ايمان مطلق بهذا الموضوع، بركه ابي عبد الله الحسين بهذا الموضوع. الاهميه تكون هنا في موضوع ركضه الطواريج انه الاستجابه السريعه، يعني اهم موضوع به هو الاستجابه السريعه. حقيقه بالجوله المدنيه اللي حدثت سيد عباس كان ويانا ويا سماحه المتولي الشرعي العتبه الشيخ الكبلاي دام أزع، يعني كنا مع جميع الأقسام، فكان يعني يولي لموضوع القطاع الصحي موضوع مهم، فكنا يعني بهذا الجولة مع سماحة الشيخ، فكان في كل مكان يقف شنو استعداداتكم في هذا المكان. جميل. لأنه لازم تضع خطة الإخلاء اللي هو خطة جدا مهمة. صحيح. يعني أي سقوط لأي شخص ممكن سقوط المئات بعده. صحيح. طبعا موجودة الأقسام الأخرى من المشاريع الهندسية وحفظ النظام والعلاقات وجميع الأقسام تقريبا. نعم. اللي موجودة وصيانة والهذي، فذولا كل واحد يلفد واجب معين في هذا الموضوع. نعم.
احنا يعني من نتكلم انه نقولهم مثلا هذا المكان راح تكون به احتمال مثلا يصير فيه تضيق او في تدافع او فد هذا الموضوع، راح يسمحون راح يفتحون لنا مجال في انه كيف نخلي هذه. طبعا حضرتك اكيد تعرفون ممكن هذا بالكلام شيء سهل سهل، بس خلي يحسون انه لا لا احنا نطلع جوله ونسوي صعب حركه ونسوي يعني جوله ميدانيه بهذا الموضوع 200 بهاي المنطقه بالضبط. الناس ما تتوقع انه تدافع، يعني اكو هناك جنود مخفيين صحيح موجودين في داخل المعركه ضد الوريج، راح تكون في يعني هذا فد شغلات جديده طبعا. نعم. انه كيف راح ممكن انه تنتشل اي سقوط، وممكن انه حتى يسوي لنا اسعاف فوري، لازم اكو صعب اسعافات فوريه. لذلك ركزنا على موضوع نقاط الاسعاف الفوري حتى داخل الحرم، حتى داخل الحرم فكرنا بموضوع النقاط الاسعاف الفوري اللي يكون مسعف فد 2-3 معهم تجهيز سريع، بحيث انه اذا حدث اي موضوع لاي زائر ينتشل سرعة يعني سرعه الاستجابه وياخذوا يقومون بالاسعافات الفوريه وبالتالي الاخلاء. احنا مشكلتنا بموضوع الاخلاء هو اصعب شيء. بالجوله المدنيه تكلمنا كلش يعني كلش هواي على موضوع الاخلاء الطبي. طبعا تجهيز اسعافات موجوده، دائره صحه كربلاء، العمليات قسم العمليات في الدائره، توجيه من المدير العام في هذا الموضوع انه تركيز الاسعافات والاخلاءات اضافه طبعا الى الدعم الاخر. فراح تكون هناك تقريبا بحدود 15 اسعاف موجوده من قسم العمليات داخله موجوده في الصحن العقيده، بالاضافه الى الاسعافات العتبه الحسينيه اللي هي 7 اسعافات تقريبا، اضافه الى ان اسعافات جديده دخلت للخدمه اللي هي اسعافات الصغيره اللي هي تكون صغيره جدا، ممكن انه الحركه مالتها اسرع في هذا الازدحامات. فراح يكون عندنا طريق اخلاء لاول مره، راح يصير طريق اخلاء. هذا الاخلاء راح يخلي اي حدوث حادث او حتى المرضى العاديين اذا يريد نحولهم او الاخرين الى المستشفيات الاخرى، اما الى المستشفيات العتبه الحسينيه او الى مستشفيات دائره الصحه، نخليها حتى نكون مسيطرين. طيب بهذا الموضوع يعني بنفس الوقت احنا ممكن نصيحه من حضرتك لزوارنا الكرام بالحقيقه، غير انه طبعا هاي الجهود اللي تقوم بها العتبه باقسامها جميع الاقسام، وهذا في سبيل تخفيف الثقل على اهل الزائر انه يقيم هذه الشعيره المهمه. اكو فد نصائح يعني ممكن انهم يعني تتلافى كثير من الامور اللي هي من ضمنها يعني مثلا خلينا نقول كبار السن او فشي، خلي يكون لازم احنا ما نمنع احد انه لا هذا طبعا لازم الموضوع الشائع الحسين، لكن خلي يكون المكان مالته في موضوع الركضة يكون في مكان يكون اكثر امانا، يكون ليس في مكانات اللي تكون بها الضغط اقوى، في السايدات يعني اكثر صحيح، في الخلف اكثر. هذا راح يعني يسهل الحركه الحركه بالبدايه، طبعا هي خطوات الركضه تكون اكثر صحيح شيء في البدايه صحيح، بعدين من تمشي الامور الحمد لله تعديها مساحه تبدي مساحات وتبدي القطوعات صح. اذا هي نصيحه او يعني رجاء من كل اكيد مشاهدينا وزوار ابو عبد الله حسين اسام، انه انت من يشوف شخص ايضا وقع قدامك او يحتاج الى حاله بالضبط ممكن انت تسوي مساحه للكوادر الطبيه بالاقل انه ترفع لاقامه الاسعاف، او انت يعني احس بنفسك لو انت واقع بهذه الحاله او بهذه الظروف شلون راح يصير عليك الضغط او ممكن ينداسون او ينضربون. فاكيد المساعده مع بعضنا، مساحه نشوف زملائنا نشوف اخوتنا نشوف اهلنا نشوف زوارنا، يعني يكون الموضوع فقط ركض، لازم نراعي هذه الحالة، لازم نراعي الكوادر الطبية لأكيد سلامة زوارنا. طيب نتحدث عن مبادرة هذا العام، أيضا كانت هناك انطلاق مبادرة، وهل هي تشبه العام الماضي أم هناك شيء جديد؟ ذكرت لك أن مستشفى سفير الإمام الحسين هي على مدار العام مبادرة، هي مبادرة صحيح، هي تعمل 24 ساعة العام الماضي ولحد الآن مستمرة مستشفى سفير الإمام الحسين بإجراء عمليات نوعية في جراحة العظام والكسور في تبديل المفاصل وغيرها، وتم إدخال أجهزة متطورة كناظر الركبة. هنا تجري هذه العمليات النوعية،
لحد هذا الوقت هو هناك عمليات نوعيه في جراحه العظام والكسور وغيرها من الجراحات التخصصيه اللي ذكرناها، 9 تخصصات في مستشفى سبير الامام الحسين. مبادره هذه العام ايضا هناك قوائم كبيره من المرضى الذين يحتاجون الى هذه العمليات تم تسجيلهم، لذلك ان شاء الله ستستمر المستشفى وكوادرها واطبائها في اجراء هذه العمليات ان شاء الله. هذه المبادره وغيرها من العمليات حقيقه النوعيه، كذلك المبادره الجديده التي تدخل من ضمن هذه المبادره الجديده هي افتتاح الاستشاريه المسائيه. الاستشاريه هي عباره عن هناك تخصصات اطباء في الباطنيه والاطفال وكذلك النسائيه، الاسعار مدعومه من قبل العتبه الحسينيه المقدسه بمبلغ 4000 دينار فقط عراقي للمواطن. هذه ال 4000 سيحصل على خدمة الفحص والمعاينة من قبل أطباء اختصاص، وكذلك إجراء الفحوصات المختبرية، وكذلك العلاج، جميع العلاجات وإجراء الفحوصات المختبرية مجانا فقط في هذه السعر. بس حتى نوضح انه يعني اقل اختبار هسه او اقل سونار او اقل أشعة 15-20 ألف بالتأكيد، حتى يعرفون الناس الفرق. سيدي العزيز، هناك بعض الفحص والمعاينة يعلنون عنها رغم أنها مثلا بسيطة 5000 أو 10000 دينار، ولكن يلحق بها الفحوصات المختبرية والإشعاعية والعلاج، ستصل يقع على كاهل المواطن ما يقارب 100000 دينار أو أكثر. هنا في مستشفى السفير لا، 4000 دينار فقط، وجميع الخدمات هي مجانية ومدفوعة التكلفة من قبل العتبة الحسينية المقدسة. هذه ليس فقط في هي انطلقت من ضمن مبادرة سماحة مطول الشهر، ولكن ستستمر على مدار العام. لذلك مستشفى سفير الإمام الحسين هي الرائدة في تقديم الخدمات الكبيرة، بالإضافة إلى مستشفيات الأخرى في هيئة الصحة والتعليم الطبي ودائرة صحة كربلاء المقدسة. طيب، أنا هذه النقطة بصراحة أذكرها، أنه مستشفى سفير الإمام الحسين عليه السلام كانت هي النقطة الأولى الصحية في كربلاء وقريبة من الإمام الحسين عليه السلام. بالضبط. يعني ما أعرف يمكنكم الإجابة، من يجاوبني على السؤال، أنه هل هذا أعطى خبرة أكبر لهذه المستشفى من خلال الحالات اللي وصلت لها، خلال الزيارات اللي عاشتها، كيف استفادتوا من هذه الخبرة، كيف طورتوا من الأجهزة من الكوادر؟ يمكنكم الإجابة الاختيار. الموضوع أنه هي كانت البدوة، النقطة الأولى البدوة في القطاع الصحي في العتبة الحسيني. نعم. المرجعية الدينية والعتبة الحسيني وسماحة الشيخ كان يبحثون عن الموضوع اللي يكون بضعف في مكانات الضعف، فالقطاع الصحي من ضمن اللي كان اللي يعني هي تأسست بال 2011 طبعا. نعم. وبداية تأسيسها وكانت على أساس أنه تكون مفرسة، وبعدين صارت مستشفى وبدأت تتطور. نعم. فانطلقت من بعدها المستشفيات والقطاعات الأخرى. هذا الموضوع خلال هاي الفترة اللي اجتي، وخلال هاي الفترة الأخيرة طبعا. نعم. صارت يعني تطورات أكبر، يعني الحاجة أكبر. صحيح. التقدم بالقطاع الصحي صار أكثر، لازم نواكب هذا التقدم. أجهزة أفضل، كوادر أفضل، لازم كان لابد أنه نواكب هذا الموضوع. نعم. بتوجيهات سماحة الشيخ أنه يجب أن نكون خلال فترة معينة حددها تكون هذه المستشفيات هي قبلة العالم. صحيح. لكل الدول، بحيث أنه العالم تجي تتلقى الخدمات الطبية والصحية من هذه المستشفيات. صحيح. فلذلك التوجه هو توجه انه سلامة الزوار، سلامة ودعم الزائرين. نعم. بكل حذافيره يعني موفقين إن شاء الله. ان شاء الله. طيب، احنا في كل زياره كثير الناس يحبون الامام الحسين عليه السلام وتقربا لله سبحانه وتعالى وخدمه للناس ولزوار الامام الحسين عليه السلام التطوع، فهل هناك جانب في مستشفى سفير الحسين عليه السلام التطوع، كيفيه التعامل مع المتطوعين، كيفيه توزيعهم؟ بالتأكيد مستشفى سفير الإمام الحسين وعلى مدى 13 عام هناك علاقة وطيدة بالمتطوعين حقيقة، سواء كان من داخل العراق أو من العربي والأجانب من خارج العراق. جميل. هنا تجد في مستشفى سفير الإمام الحسين من جميع دوائر الصحة في المحافظات، طبعا احنا نضع شروط حقيقة لأن سلامة الزائر تهمنا. لذلك هناك لجنة
تختبر الأطباء لجنة طبية فنية تختبر الأطباء، وهناك لجنة أيضا من الأطباء والتمريضيين تختبر التمريضيين، كلا على اختصاصه، لأنه ناس هاي مو أعداد بالتأكيد وبالتأكيد وتعودت الناس صراحة حقيقة أن تحصل على خدمة طبية ذات جودة عالية من العتبة الحسينية المقدسة. لذلك أعداد كبيرة من المتطوعين حقيقة، نقوم بفلترة هذه الأعداد ونختار من يكون مناسبا ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها إدارة المستشفى واللجنة الفنية المشكلة. أما من خارج العراق كذلك أيضا هناك من العرب والأجانب من جميع الجنسيات يتطوعون لأن يتشرفوا بهذه الخدمة. حقيقة لا نستطيع أن نحرم هؤلاء، لذلك مستشفى السفير الإمام الحسين بكوادرها ومتطوعيها تقوم بخدمة الزائرين، ونحاول في كل عام أن نطور هذه الخدمة مثل ما تفضل الدكتور السيد مدير المستشفى أن تكون ذات جودة عالية. حقيقة كانت قبل سنوات الخدمة تطورت، كل سنة تطورت بتوجيه سماحة الدولة الشرعي، الآن أصبحت هنا في صحن العقيلة هذا المستشفى الميداني ما يقارب 70 سرير، ويتوفر فيه أجهزة السونار وكذلك تخطيط القلب والصدمة وغيرها وغيرها من الأجهزة المنقذة الحياة، وجميع الأدوية والمستلزمات المنقذة الحياة متوفرة هنا وبمعية. أكرر من خلال منبركم الشريف أنه جميع المراكز الطوارئ ومفارز الطبية هي بمعية أطباء اختصاص وكوادر تمريضية وكوادر أخرى متدربة على طب الطوارئ. موفقين إن شاء الله. طيب، كل هذه الأعداد والكوادر وأكيد المتطوعين ومع الزائرين والضغط العمل، خلي الناس تعيش كواليس هاي الضغوطات، شلون تقسيم العمل، شلون تقسيم الدوام، شلون تقسيم الكوادر، يعني مو سهل، خلي الناس تعرف انه هو الموضوع مو واحد واقف وواحد اختنق قاص ضغطه وطاع ابره مثلا وانتهى الموضوع، خلي يعرفوا انه شنو الجدول الدوام، شنو الضغوطات، شلون ترتيب الشفتات. يعني هو حقيقة احنا لابد انه تكون هناك استراحات، لانه المفروض انه طاقة العمل هي 8 ساعات صح. اقصى من 8 ساعات بعد ما ممكن نقدم خدمة، لكن مع ذلك الاحساس حتى الكوادر واحساس حتى المتطوعين اللي يجي ويخدم هذه الزائرين يضيف حافز قوي جدا. لذلك اكثر الجداول اللي نسويها انه يعني نقسمهم قسمين الى يعني 12 ساعة يصير الدوام بهم. طبعا ال 12 ساعه هذه ماكو ممرض من هذا الممرضين او طبيب من هاي الاطباء او طبيب الاختصاص، هو قاعد مستمر بالعمل، يعني ممكن انه يستراح شيء مثلا للصلاه او ياكل او فد شيء او كذا، يمكن يعني بيناتهم يمكن واحد او اثنين يذهب والبقيه يبقون او فد شيء، لكن هو مستمر. نعم. مستمرين العمل يعني على حب للحسين عليه السلام للزوار بالضبط، واكيد طاقه الهيه بهذا الجانب بالضبط. نعم. يعني نعم. الموضوع الخدمه هنا في مستشفى السفير هي ليس موضوع عمل كوادر، وانما موضوع خدمه صحيح. هو خدمه دي يقدمها، لذلك النتائج اللي دي تطلع بها السفير بهذا المستوى. نعم. بهذا لانه دي يحس انه دي يقدم هذه خدمه يعني. يعني فهذا الموضوع هو جدا مهم بالنسبة لنا احنا كإدارة لهذه الملف، يعني هذا الموضوع مهم لأنه دا ينطون عطاء به، يعني يكون عطاء أكثر للزائر. جيد، موافقين إن شاء الله. أحد المسؤولين أضيف على كلام الدكتور عامر، مسؤولين شعب والأقسام إجوا قدموا لنا جداول المنتسبين أبواع الجداول أعداد كبيرة. فمن سألتك قلت له شو هاي الأعداد؟ زين وين البارحة مداومين اليوم شلون جدول؟ فقال لي سعباس لا تحرمنا من خدمة الحسين، احنا نجي سواء يعني كان في دوامنا او خارج دوامنا. هذا الأهم. الحمد لله وشكرا. موافقين ان شاء الله. دكتور عامر شكرا لك استاذ عباس. الله يحفظكم ان شاء الله. نشكركم. شكرا لكل الكوادر اكيد. شكرا لكم احبتنا المشاهدين، وهاي الانجازات وهذه الاستعدادات وهذه الجهود عيب على بعض الناس تسيء السمعة او تحاول انه تغير من هدف رسالة العتبة الحسينية المقدسة او خدام الإمام الحسين عليه السلام، وهذا بالدليل امامكم. شكرا لكم، ان شاء الله نلتقيكم في تغطيات اخرى. في امان الله.